سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفه تاع المعقوده بطعم مختلف واسرار النجاح ديالها، وغنوجد معكم كلاص بمقادير اقتصاديين. نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنسونيش من جيم وتابوناو في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد. هنايا عندي المقادير ديال المعقوده. عندي نص كيلو بطاطا، ربع ديال صدر الدجاج، ملحه والبزار، خرقوم عرق، سكينجبير والكمون، هادو كلهم نص نص معلقه صغيره، ثلاثه الفرماجات، جوج بيضات، قزبر ومعدنوس مطحونين، وجوج معالق كبار ديال المايزينا. خديت بطاطا هنا قطعتها طروفة صغار باش تسلق ليا دغيا، درتها في الماء فيه شوية الملحة وخليتها طيب ما بين 10 حتى 15 دقيقة تتسلقات مزيان باش تمعس ليا دغيا باش ما تبقاش قاصحة من الداخل. وغادي ناخذ الهاشوار غنطحن هذاك الصدر تاع الدجاج اللي عندي، حتى الدجاج كان متوفر عندي اللي يلاه غادي ياخذو مطحون على شكل كفته، راه كيكون عند مالي لا داند، كفته تاع لا داند ولا كفته تاع الدجاج عادي، اللي بغى يدير ديال اللحم راه حتى هي كتجي زوينه. من بعد ما طابت ليا بطاطا مزيان انا شديتها معستها، وغادي نزيد عليها الكفته تاع الدجاج والعطريه اللي عندي مع الفرماج والبيض، وغادي نخلي المايزينا هي الاخرى نخلط هذا الخليط مزيان عاد باش نزيد المايزينا. بعد ما خلطت الخليط مزيان هنايا غنزيد جوج معالق كبار ديال المايزينا. المايزينا راه هي سر النجاح ديال هاد المعقوده، حيت ما تخليهاش تفرتت فاش كتديريها في الزيت، ما تتفرتتش وتتبقى مجموعه وتتجي زوينه في مذاق وفي الشكل وفي كل شيء. ملي حليت الكرتونه ديال المايزينا تفكرت بلي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنسد الكرتونات بحال هاد مايزينا وسيريلاك اللي ما عندكش كيفاش ديري تخويهم في شي منظمه ولا شي قرعه ديال الزاج، ولا ضروري خاصهم يبقاو في البواطه ديالهم، كنسدها بهذا الشكل وكتبقى مزيانه. من بعد ما وجدت الخليط صافي درت الزيت يسخن مزيان، ودرت الكويرات ديال المعقوده كما كتشوفوا على داك الشكل، ودرتهم يتقلاو وحمرتهم على جوج جوايه كما غتشوفوا في الفيديو. صافي هنايا ساليت القلي، هذا هو الشكل النهائي، راه كتجي زوينه ولذيذه، غير جربوها. وفي نفس الوقت وجبه متكامله بحال الوليدات الصغار اللي عزيزه عليهم غير بطاطا، مزيان يستافدوا وغدخلي ليهم كفته الدجاج ولا كفته اللحم، غادي ياكلوا وجبه صحيه وبصحه وراحه. وغندوز دابا معكم الكلاص اللي وجدت. عندي جوج العلب ياغورت كراميل، وعندي داك الكاس الكبير ديال لاكريم فريش راه عبرت بجوج كيسان ديال العنبه، عندي فلونت الكراميل، وللتزيين خديت المكسرات حسب الرغبه، انا خديت القرقاع واللوز، وعندي الشوكولا. راه ممكن ديرو غير الشوكولات العادي، غير داك اللي كيتباع ديال الحلوه عادي. خديت هنا الباتور وغادي نطلع هاد لاكريم فريش اللي عندي، غير باش ما ننساش ما ذكرتهاش حتى في المقادير، راه هنايا هاد لاكريم فريش انا اللي عندي حلوه. الا كنتو نتومايا غادي تاخذوا لاكريم فريش العاديه اللي عند مول الحلوه، زيدوا جوج معالق كبار ديال سنيده.
صافي طلعت لي لا كريم مزيان، غنزيد جوج ياغورت كراميل والساشيه ديال الفلون اللي عندي، وغادي نعاود نخلط بالباتور حتى نحصل على لا كريم بنكهه الكراميل. صافي وجدت لا كريم، غادي ناخذ هاد المكسرات اللي عندي، خديت غير النصف والنص الاخر خليته باش نزين الفوق. وهاد المرحله من الاحسن تاخدي معلقه العود ولا معلقه ديال السيليكون، ما تستعمليش شي حاجه معدنيه. وخديت هاد المول انا اللي عندي ما فيهش القاع، درت هاد التبصيل فاش غادي نقدم، وكبيت الخليط كامل، قديته مزيان وقديته تم الفوق. وغادي ناخد الشوكولا، غادي نقطعها هكايا. خديت هاد الموس هذا اللي عندي ديال الخضره، جات الطريقه سهله وجات الشكل زوين. وغادي نكبو فوق من داك الكلاص اللي عندي، وغادي نخشيهم في المجمد واحد ساعتين حتى ثلاثه السوايع، وقدمته بارد. راه كيجي زوين وبصحة وراحة. وهذا هو الشكل النهائي، نتمنى تجربوها، راه كتجي لذيذة. انا خديت هذيك الشوكولا والمكسرات اللي بقاو عندي، راه درتهم الفوق. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من جيم وتابوناو في القناة ديالي باش يوصلكم الجديد.